مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، اليوم نتكلموا على تدبير الفلاحات البينية في بساتين الزيتون. ففي تاريخ المغرب معروف بلي الفلاحات كيجمعوا بين إنتاج زيتون وفلاحات أخرى على نفس القطعة ديال الأرض، وهذا كان كيضمن اليوم واحد المدخول مستقر كل عام على الرغم من تقلبات المناخ والمشاكل الأخرى. وشملات الجوانب الإيجابية للزراعات البينية في بساتين الزيتون استمرار إنتاج الزيتون اللي كترافق مع فوائد الإنتاج الحيواني واستعمال السماد الطبيعي. وشملات السلبيات الرئيسية عدم تتبع المسار التقني الناجع وضعف الإنتاجية وتدني جودة المنتوج وضعف الاستثمار والنقص في المكنانة. وبينات بعض الدراسات بلي الفلاحات البينية ربما كانت مناسبة من اللي كان زيتون كيستعمل إنتاج زيت زيتون فقط وليس لزيتون طويلة اللي كيحتاج لكمية أكثر من سماد ومبيدات. وكتشير التقديرات بلي بعض الفلاحات اللي كتزرع في بساتين الزيتون حسنات من جودة الزيت والنكهة ديالها، وكان هذا الدافع الفلاحة باش يختاروا ويحدوا نوع الفلاحات البينية المناسبة والمرتبطة بأشجار الزيتون. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فالارتباط بين الأشجار المثمرة والفلاحات السنوية والماشية كان مازال كيتستعمل تقليديا في مناطق مختلفة من المغرب وبدون الاستفادة من دراسات محددة كتاخذ في الاعتبار النظام ككل. ومن خلال التركيز على الروابط بين أشجار الزيتون والمحاصيل السنوية البينية تعملت دراسات وتجارب لتوجيه الفلاحة بشأن الخيارات التقنية لإدارة هذا النظام بكفاءة، وهذا من خلال محاولة تقديم إجابات على العديد من الأسئلة المطروحة من بينها بالخصوص تحت أي ظروف كتكون الفلاحات البينية ممكنة، وما هي أنواع الفلاحات اللي يمكن ربطوها بشجرات الزيتون، وما هي التقنيات الزراعية المناسبة باش نحقق أفضل سلوك لهذا النظام. وهنا فكرنا بلي لازم نجاوبوا على الأسئلة بثلاثة. أولا، أهم ظروف الممكنة واللي تحفزنا باش نديرو فلاحات بينية في بساتين الزيتون. لازم نحدو كثافة الأشجار والمساحات المخصصة للفلاحات البينية حسب صنف الزيتون وأنواع وأصناف الفلاحات البينية. من ضروري نحترمو المساحات الكافية لنمو جذور الأشجار حسب العمر، ناخدو بعين الاعتبار ظروف المناخ ونوعية التربة والكمية المتوفرة من الأمطار وماء السقي، نوفقو بين الاحتياجات الخاصة لكل من أشجار الزيتون والفلاحات البينية. ثانيا، أهم أنواع الفلاحات واللي يمكن نستعملو في بساتين الزيتون كثيرة ومتنوعة على حسب الكثافة والغرس والظروف الملائمة. كمثال، الحبوب والقطاني في المناطق البورية الملائمة، الخضروات والفلاحات العلفية في المناطق السقوية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، أهم تقنيات زراعية المناسبة لتحقيق أفضل سلوك لهذا النظام، فأشجار زيتون معمرة وكتحتاج لمسار تقني خاص بها، فبالرغم من أنها كتحمل الجفاف والحرارة والبرودة فباش تعطينا إنتاجية وجودة مطلوبة، فلازم نحترم المسار التقني الخاص بها من خدمة الأرض في الأوقات المناسبة وتهيئ أحواض لاستغلال ماء الأمطار والسقي وتغذية مناسبة من مواد عضوية ومعدنية وفي مراحل حساسة وتقليم جيد في الأوقات المناسبة وصيانة من الأمراض والحشرات والأعشاب الضارة وطرق سليمة للجني. والفلاحات البينية كذلك مسار أو مسارات تقنية خاصة بها من حيث الاحتياجات من نوع التربة والمناخ والماء والتقنيات الفلاحية من تغذية وصيانة من آفات وجني المحصول. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فالتوافق في بستانك بين أشجار وفلاحات البينية نظام فلاحي كيرجع لاختيارك، لأنه كيتطلب منك تتبع مسارات تقنية واحتياجات خاصة ضرورية لنجاح وديمومة هذا النظام، ولكن لازم ناخذ القرار الصائب واللي عندنا فيه الربح، لأن الدراسات كتبين بلي منتوجات الزيتون متعددة وأشجار الزيتون بطرق عصرية عندها مستقبل زاهر وباقي فيه بزاف ما يدار. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.